أهلا وسهلا بكم من جديد. بتدابير أمنية مشددة وفي ظل اتفاق بين وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتفاق لتنظيم الاحتساب، انطلقت طبعا أمس فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب وسط دعوات من قبل البعض لمقاطعته بعد أن تحول في كل عام إلى ساحة لتصفية الحسابات بين مختلف التيارات الفكرية في السعودية. فالمحتسبون كما يسمون أنفسهم وكما يطلق عليهم دعوا إلى مقاطعة المعرض بسبب اختلاط الرجال بالنساء ونشر الكتب المخالفة بحسب آرائهم. أما المنظمون والناشرون والمؤلفون قرروا في مثل هذه الدعوات حجرا على الفكر وتعديا على الثقافة واستغلالا ل تظاهرة ثقافية لفرض وصايا على المجتمع، ولكن أيضا المحتسبون يرون أنهم يطبقون في ذلك شرع الله. نسخة هذا العام من معرض الرياض الدولي للكتاب هل يعني ستخلو من هذه المخالفات ومن هذه المشاكل، وما الذي يدعو البعض إلى شن حملات مقاطعة على المعرض وغيرها من التساؤلات التي سنناقشها مع ضيوفنا، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير لمحمد الحبيب. نشوف ونرجع. بدأ هذا المعرض يومه الأول بعد توترات عديدة سبقته وأثرت على احتمالية عدم سيره بنجاح كما العام السابق، بعدما أثارت غزوات المحتسبين زوبعة من الآراء المتناثرة بين فئتين، الأولى تطالب بمنع المنكر والأخرى ترفض تواجد المحتسبين، وثالثهما وزارة تحاول السيطرة بشكل ملفت لإبعاد المحفل عن مسرح التصادم والجدل. احنا ما نتكلم عن توتر، احنا نتكلم منطقة الثقة والثبات. لدينا هدف معين وهو نشر العلم والثقافة والمعرفة. من أراد أن يقاطع هذا المعرض وهذا المحفل الثقافي فليقاطعه. نحن نؤمن بقيادة حكيمة ونؤمن بتوجيهات سديدة، وهي العمل على الحوار ونشر المعرفة بجميع أشكالها. لا ننكر أن هناك أحيانا بعض الأخطاء الغير مقصودة التي قد تحصل، ولكن هذا لا يعني أننا سنتوقف أن يكون لنا هاجس تخوف من أي شيء. ورغم أن الوزارة ممثلة بالمعرض أبدت التعاون والتسامح مع الهيئة بتواجدها لتبعد شكوك الاختلاط المحرم ومبعدة الحجة بوجود كتب زندقة بافتتاح قنوات للشكوى بشكل رسمي، خصوصا بعدما أثارت إبعاد دور كتب إسلامية عن المعرض الجدل بين التيارات المختلفة. قد نعتذر لبعض الدور لضيق المكان، كما تعلم السنة هذه عملنا أقصى جهد في إتاحة فرصة أكثر لعدد من الدور، نقصنا بعض مساحات الدور عن العام الماضي مما زاد العدد السنة هذه إلى أكثر من 540 دار نشر، ولا أعتقد أنه السبب يعود لتوجهات معينة بقدر ما يكون هو ضيق المكان وعدم إمكانية استضافة كل من طلب. ومع افتتاح المعرض يضيف الوزير تحديا لنجاحه في إضافة معرض افتراضي مصاحبا لتكريم كتاب لطالما انتقدوا الوزارة وأعينهم مترقبة لأحداث ربما تفسد بهجة أشهر من الانتظار أمام 25 دولة مشاركة. يقول أنه الجائزة السنة هذه حققت يعني بالنسبة لي حلمين أو ثلاث أحلام. الحلم الأول هو وجود يعني السويد كدولة ضيفة مكرمة كضيفة، وهذه الدولة معروف أنه هي يعني أنتجت جوائز، أهم جوائز في العالم، جوائز نوبل، ويعني تكريما لعلماء الآثار. اليوم حققت الوزارة مشكورة، وإحنا زي ما ننتقد وزارة الثقافة والإعلام دائما في أعمدتنا اليومية وفي حديثنا، يجب أن نشيد أيضا بالخطوة الأهم اللي صدرت اليوم، ولا متأكد أنها حتفرز حراك جميل ورائع، وكل الأشياء اللي تحدث يعني تحدث في كل مكان على فكرة، يعني اللي يحدث في معرض الكتاب واللي يحدث في الجنادرية وكذا، هذه أشياء زوبعات في فنجان إن شاء الله وتعدي. يعني السؤال الذي ما يزال قيد التحري، كيف ستمر العشر الأيام المقبلة، ومن صالح من إثارة البلبلة ووصم معرض ثقافي بالخوف والترقب والجدل، خصوصا أن كل الجهات المعنية تخلت عن شخصيات ولدت تسميتهم بالمحتسبين الغير شرعيين، وبين عد الوزارة بأن معرض الكتاب للجميع وليس فقط للمثقفين. محمد الحبيب لبرنامج هلا الرياض. شكرا محمد. قبل أن أستقبل ضيوفي أحب بس في تغريدة مرت في موضوع الجامعة الملك خالد، الحقيقة أنا أقدرها كثيرا. أحد الأخوان المغردين قال أنه دائما أنتم تقحمون أو الناس أو نحن أو غيرنا أو يعني أي أحد،
تقحم الهيئة في أي موضوع، يعني موضوع الجامعة، وهي يمكن ما تدخلت، ممكن اللي ضرب سيكوريتي أو رجال أمن وما لهم علاقة. طيب قد يكون ذلك صحيح، وإحنا يعني لا نتمنى أن نقحم أحد في موضوع ليس له في علاقة، ولكن في النهاية قلت أنا ختمت في قبل الفاصل، قلت إذا سبب الشائعات حجب المعلومات، لما يكون في ضبابية في المعلومة وفي تكهنات من كل طرف، في معلومات من كل صوب، والجهة المعنية واللي هي مفروض تعطي معلومة دقيقة لم تعطيني إياها، يحدث ذلك. الآية ربما ما لها علاقة، ربما كان لها علاقة في مخالفات أخرى. إحنا في النهاية ننظر الهيئة كجهاز من أجهزة الدولة، يعني إن انتقدناه ومدحناه، هذا بس للتوضيح. يعني لمناقشة موضوعنا، موضوع معرض الكتاب الدولي، المعرض الدولي في الرياض الكتاب، يسرني رحب من استديوهاتنا في الرياض بالكاتب والباحث الدكتور عبد الرحمن الحبيب، وينضم لنا عبر الهاتف استاذ علوم الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي، وسينضم لنا لاحقا وعبر الهاتف مدير معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور صالح الغامدي. دكتور عبد الرحمن مساك الله بالخير، وحشتنا من زمان ما طليت علينا، دائم ما تلبي دعواتنا، ما ادري ايش صاير عليك الفترة الأخيرة، لكن ما في مشكلة. الله بالعكس، طيب يعني على حسب الإعلام الافتراضي مشغل شغلات ربما أحيانا تخلي الواحد ما يقدر عليها. نعم، لماذا برأيك يتحول معرض الرياض الدولي للكتاب إلى ما يشبه حلبة للصراع بين من يسمون أنفسهم مثلا محتسبين، وبين أيضا المؤلفين والناشرين والمثقفين، أو أيضا ما يسمون أنفسهم بتنويريين من جهة أخرى، لماذا يحدث ذلك؟ يعني ممكن أخذه من عدة جوانب. ببدأ أعتقد أحد أهم الأسباب هو ما سميته دائما أسميه الإعلام الافتراضي أو الاحتقانات الافتراضية، تبدأ حاليا في هذه الأيام تبدأ بتويتر وتنتقل المواقع عديدة وتسخن، فهي يعني أسميها أنا حدث يخلق قضية وليس قضايا أساسية للمجتمع. قضايانا الأساسية قضايا الفساد والبطالة والفقر والقمع وحقوق الإنسان. قضايا معرض الكتاب على سبيل المثال ليس يعني مهم جدا لا شك، لكنه ليس من القضايا الأساسية. لماذا يحدث هذا المبالغة فيه؟ لنأخذ الإشكال نفصله. الآن قلنا أنه يعني مسألة افتراضية تحولت إلى الواقع غصب علينا ومجبرين أن نناقشها. الإشكال نقطتين أساسيتين دائما تطرح حسب ما أرى في الإنترنت. الإشكال الأول اختلاط، وهذا ليس إشكالا، هذا بكل المعارض موجودة، المعارض الصناعية والزراعي والإلكتروني، معارض الكتب والمكتبات الضخمة كلها يعني موجودة الاختلاط بشكله الطبيعي كما مثل السوق. إذن هذه ليست قضية. الأخرى قضية أنواع الكتب المتهمة في زي ما تفضلت كتب يسمونها زندقة أو غيره، هذه يعني هذا لا يشكل ولا 1% من الموجود لدينا في الانترنت. الآن مستخدمي الانترنت في السعودية أكثر من 13 مليون مستخدم. أنت تعرف جيدا كل شيء تقريبا متوفر في الانترنت، فما الذي أي فكر يخافون عليه أو يخافون منه؟ ما الإشكالية هنا؟ هذا رأيهم، هم يخافون، من حقهم أن يخافون. لماذا تتحول القضية؟ في اعتقادي هي ليست لا تستحق أن تتحول القضية. اللي حولها القضية هو الإعلام الافتراضي، صراعات بين نخبويين أو مثقفين أو دعاة ومثقفين، دعاة والليبراليين ولا آخرهم، تحدث مثل كرة الثلج ترمى وقولة البسيطة جدا لكاتب معين في تويتر تتحول إلى قضية مجتمع عامة وننسى القضايا الأساسية. في اعتقادي هذه تدخل من ضمن هذا الإشكال أكثر من كونها قضية حقيقية رقم واحد. هي مسألة أحداث تحدث في مجتمعنا نواجه فيها إشكالات مثل أحداث أخرى. هذا من ناحية معرض الكتاب فقط. من ناحية الخطاب الاحتساب كفكرة، هناك إشكال أساسي، وهذه قضية كبيرة ليست صغيرة، قضية الاحتساب. الاحتساب في مجتمع الآن دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني، الآن هذا استحقاق المجتمع والدولة ومؤسساتها. إلى أين يريدون أن يصلون؟ لديك مشايخ رسميين يقررون بعض هذه الأعمال،
يعني أنت تعرف ليس في معرض كتاب ولا لجنة أدبية، أحيانا أندية تلغى في أندية أدبية تلغى فيها محاضرات. طيب دكتور عبد الرحمن، المسرحيات تلغى في الجبيل اللي ألغيت قبل شهرين، في نادي القصيم ألغيت محاضرة الكاتبة قبل أسبوعين، في حفر الباطن أيضا هذا كثير يعني منه يحصل من خلال دكتور عبد الرحمن، بس عشان بس يعني أسألك سؤال مهم جدا. أنا ذكرت كلام مهم، وحتى يعني ممكن يكون له انعكاسات حتى على أداء الإعلامي مستقبلا، لأنه في قضايا رئيسية أتمنى أنه ما حد ينساها. لكن السؤال، التويتر في العام الماضي لم يكن بهذا الزهو، يعني كان خصوصا من السعوديين تحديدا، ومع ذلك صار في احتساب عبر مواقع عبر شبكات عبر السنة هذه في عز تويتر، يعني كل السعوديين يعني موجودين، يعني غالبيتهم، ما نقول غالبيتهم لكن صار أكثر من العام عشان نكون دقيقين. مع ذلك السنة هذه إلى حد الآن ما في مشاكل. إذن إحنا الفكرة هذا يقودنا إلى أنه صار تويتر، جاء شيء بعد تويتر، قبل تويتر دعا أحد ما دعا أحد افتراضيا أو إلى آخره. دائما الحل في هذا الموضوع هو القانون، بمعنى القانون الصارم والمتابع. يعني السنة هذه في حراسات وفي تنبيهات بأنه ممكن يكون في عقوبات، اختفى هذا يعني اختفى الاحتساب، اختفت الإشكاليات، الناس انصرفوا قليلا إلى الاهتمام بمضمون معرض الكتاب تحديدا. ما تشوف أن القانون هو الأهم في القصة؟ يعني شكرا جزيلا، أنت ساعدت غششتني الآن في هذه لا شك. عدود يا أخي يا طول السؤال يا دكتور، صدق يعني أوقات إحنا إيش ما نعرف نسأل. لا بالعكس جميل، يعني ساعدتني وأنت أجبت في خلال هذا السؤال. في اعتقادي نعم، هي قضية القانون، عندما مؤسسة من مؤسسات الدولة تكون قوية ومهمة تفرض طبعا نظامها وقانونها، مثال الآن معرض الكتاب وقبل ذلك في الجنادرية. لكن عندما تكون مؤسسات أخرى، يعني بتسمع أنت بدون أن نسمي نادي أدبي أو مؤسسات أصغر، يحصل فيها هذا الاحتساب، بعضنا يسميه فوضوي بعضنا يسميه شرعي. هذه الإشكال لابد أن تحسم، لابد أن تحسم مع إيه بمعنى قانوني دكتور بالذات. يعني إذا الاحتساب قانونيا أوكي، بس يشرعون ونشوف الأنظمة، إذا لا برضو يعني يقولون لا، بس تكون واضحة المسألة. بالضبط، هو لابد مهما كانت المؤسسة صغيرة أو كبيرة أو الحدث صغير أو كبير، على الجميع أنه يعترض وفقا للقانون. يعني من حق زي ما وكيل وزارة الهزاع ذكر والخوجة أيضا أمس ذكر، أنه من حق أن من يقاطع يقاطع، من حق أنه ينتقد، من حق أنه يكتب مقالة منتدى بالإنترنت في تويتر ينتقد ما يحدث بما يشاء في المعرض. لكن الإشكال اللي كان تخوفا وحدث العام الماضي أنه يقتحمون المعرض ويعرقلون النظام نفسه الأساسي والترتيبات الموجودة بالمعرض، هذه مخالفة، أو البعض حتى يسميها من المشايخ إنكار المنكر عبر منكر أكبر منه. نعم، معي الآن على الهاتف أستاذ علوم الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيد. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. كثيرا ما يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب غزوات كما يسميها البعض من قبل المحتسبين، فما هي حدود الاحتساب؟ وهل تجوز شرعا إثارة الفوضى في محفل ثقافي كبير، خصوصا وأن معظم المحتسبين هم من الشبان صغار السن، والذين يرى البعض أنهم مجرد أدوات لخلق جو من الفوضى؟ تعليقك. تعليقي أولا، يجب على المؤسسات الحكومية جميعا سواء كانت وزارة الإعلام أم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب أيضا على المواطنين جميعا الالتزام بسائر أنظمة الدولة. فالالتزام بأنظمة الدولة ليس مطلوبا فقط من أفراد المجتمع، بل هو مطلوب أيضا من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية أيضا. فعندما نجد أن هناك بعض المواد، لا سيما المواد الأساسية في نظام الحكم، نختلف في تفسيرها، فيجب أن يكون هناك جهة تفسرها وتكلف الوزارة بتطبيق هذه المادة حسب التفسير الصحيح لها. فمثلا المادة 23 من النظام الأساسي للحكم تقول تحمي الدولة العقيدة الإسلامية إلى آخر المادة من النظام الأساسي للحكم. كثير من الناس يرون أن دخول الكتب
المنافية للعقيدة الإسلامية والداعية إلى الإخلال بالعقيدة الإسلامية أو المروجة لأمور مخالفة للعقيدة الإسلامية، يقولون إن هذا ليس من حماية العقيدة الدكتور عبد الرحمن الرياضي، وبذلك يكون هناك مخالفة للنظام الأساسي للحكم، لا سيما وأن معرض الكتاب ليس مسألة تسويقية أو سوق عادي كما يقال، بل هو رمز للدولة، لأنه معرض تتبناه جهة في الدولة وهي وزارة الإعلام، فيجب أن يكون رمزا للدولة، رمزا لدستور الدولة اللي هو القرآن الكريم، رمزا للنظام الأساسي للحكم. قد يقول قائل إن هذه الكتب التي أشار إليها الدكتور عبد الرحمن كذا إلماعا المخالفة للعقيدة، قد يقول قائل إنها موجودة أيضا في الإنترنت، موجودة في بعض المكتبات الأخرى، يستطيع الإنسان الحصول عليها من أماكن عدة، نقول هذا صحيح، لكن المعرض يشكل رمز، ونحن في عصرنا الحاضر، يعني عصر يهتم بالرموز، يعني حتى في الدول الأوروبية ويهتمون بقضية الرمز، فعندما يأتي في دولة من دول أوروبا معرض أو يخالف رمزا من رموز هذه الدولة أو أثرا من آثار هذه الدولة، تجد أن هناك احتجاجات عليه، وقد شهدنا في بريطانيا وفي دول أوروبا احتجاجات على أشياء أبسط منها لأنها تخالف. بس يسحبونهم يا دكتور، يسحبون كتب في الدول اللي ذكرت؟ كيف؟ يسحبون كتب في الدول اللي ذكرت؟ اي نعم، جاءت حتى فيه مثلا في بعض الدول، لو احب ان اكثر، كان هناك كتاب اسمه حياة المسيح الجنسية، كان عليه اعتراض كبير وصار هناك مظاهرات في دولة، وكان هناك فيلم ايضا، فيلم في السويد اللي ذكرته انا استضيفت، كان فيلم نفذ هذا او كان مستوحى من هذا الكتاب وهو حياة المسيح الجنسية، كانت الاعتراضات عليه في السويد ايضا من الكنسيين، وكانت هناك اعتراضات عليه حتى من عدد من الدول الإسلامية. فقبل عندما يهان أو يخالف رمز من رموز الدولة، لا شك أن الاعتراض من البعض مشروع، يعني لأن ولا بد أن يكون هناك جهة حقيقة أدعو إلى محكمة دستورية تنشأ في المملكة العربية السعودية تفسر مثل هذه الأنظمة وتلزم الوزارات بتنفيذ التفسير الصحيح الذي محكمة دستورية، يعني لازم يكون في دستور صح ولا لا؟ لا، هو لدينا دستور، النظام الأساسي للحكم هو وثيقة دستورية، والقرآن هو الدستور، يعني عندنا، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، القرآن إذا كتب وفصل كانت واضحة النقاط. عموما نعم. ابقى معي دكتور، ابقى معي راح أخذ تعليق الدكتور. بقي نقاط حول سؤالك، أنا ما أجبت على السؤال كاملا الله يحسنك عشان الوقت، بس من جوانب السؤال اللي أنت سألت عنه، نقول بما أن هناك مؤسسة يعني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه المؤسسة ينبغي أن يبقى لها حق التغيير النظامي، يعني حق مثل ما يقولون حق الضبط الجنائي، حق التغيير باليد. الاحتساب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق لكل مسلم بالكلمة الطيبة، هذا لا يعني لا أعتقد أن مسلم ينبغي عليه أن ينكر هذا الحق لكل مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشريطة أن لا يتعارض أو لا يؤدي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان بالكلمة الطيبة، ينبغي أن لا يؤدي إلى مضار أكبر. مسألة أخيرة أحب أن يعني أدلي بها إجابة على سؤالك وأيضا تعقيبا على الدكتور عبد الرحمن، قضية الاحتساب، المشكلة في العام الماضي وفي الأعوام الماضية لم تكن من الاحتساب ذاته، وإنما كانت من تشويه صورة الاحتساب عبر وسائل الإعلام. يعني فمثال لذلك، كان هناك صورة نشرتها الصحف لأحد المشايخ يتحدث مع وزير الإعلام، وتكلمت الوسائل أن بعض الصحف تكلمت أن هذا الشيخ أراد أن يضرب الوزير، وتكلمت صحف أخرى أنه هدد الوزير، ثم بعد ذلك نشر في اليوتيوب الكلام الذي دار بين ذلك الشيخ وبين الوزير، كان كلام في منتهى اللطف سواء أكان من الشيخ أم من الوزير، بل إن الوزير كان الشيخ يدعو له وكان الوزير يؤمن يقول الله آمين آمين. صحيح. لا دكتور بس خليني أوضح لك هذه، لأنه أنا يعني إحنا غطينا كلامك صحيح فيما يتعلق بالشيخ، كان هو في حوار حقيقة، حوار يعني ما أقول لك حميم ولكنه معقول يعني بينه وبين الوزير، وأنت صدقت في ذلك يمكن إحنا، لكن إحنا عرضنا فيديو واضح، لكن إحنا نتحدث عن في شيء أنت ما تكلمت عنه اللي هو الهجوم بأكثر من 20 شخص
شباب صغار في السن مفتولي العضلات، هجوم على دور نشر على هذا أخرجوهم بالقوة. هذا المشهد أيضا كان مزعج لكثير من الناس، خصوصا دور النشر اللي جاي من برا المملكة. نعم، أنا بالنسبة لي يعني إذا حصل هجوم وتعدي حتى إذا كان منكر لا يغير بهذا الشكل، لأن في هيئة رسمية، لكن الذي أتحدث عنه هو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى، وهو حق لكل مسلم. بس دكتور ذكرت أنت، بس خلني بس يعني أبغى توضح لي ذا النقطة حتى ما يصير في لبس، يعني الناس ما يفهمونك، يعني يفهمونك صح. يعني إن ذكرت أنه تقول من حق الهيئة أن تغير في نظامها بحيث يعني تغير باليد، هذا ما قصدت؟ نعم. أنت نعم طبعا، الهيئة لأنها مؤسسة حكومية وهي محسوبة من ضمن المؤسسات التي لها حق الضبط. بس إحنا في دولة، يعني في دور هذا للشرطة. نعم. يعني ما تشوف أنه في تعارض؟ بارك الله فيك. الهيئة حتى رسميا محسوبة من المؤسسات التي لها حق الضبط الجنائي، والأعضاء الهيئة الآن يدربون، يعمل لهم دورات كبيرة جدا في قضايا الضبط الجنائي، فما كان من هذه الأمور يستحق ضبطا جنائيا فيما يتعلق بالأخلاق والآداب العامة، فالهيئة أيضا مخولة. لا ولا بأس أن يكون هناك أكثر من جهة ضبط جنائي، يعني مثلا نجد في مصر مثلا عندهم هناك شرطة وعندهم بوليس آداب مثلا. طيب جميل. حتى في كثير من الدول يعني هناك أكثر من جهة ضبط جنائي، مثلا في بريطانيا نفسها عندهم الاسكوتلاند يارد وعندهم الشرطة التقليدية، يعني في أكثر من جهة ضبط جنائي، لا بأس أن يكون هناك أكثر من جهة. شوف ترى القواسم المشتركة في اللي ذكرت أنه جهتين بس في. نعم. في العملي ترى مختلفين. انا عموما راح اعطيك الفرصه تعلق، لكن خلني اخذ راي الدكتور عبد الرحمن يعلق على ايضا ما قلت. تفضل دكتور عبد الرحمن. يعني لا يوجد، يعني اول شيء ارحب بالدكتور محمد السعيدي العزيز. لا يوجد اختلاف في مساله انه يعترضون على يعني قضيه مثلا نظام الحكم أنه يصير فيه مخالفات من مؤسسات رسمية، فمن يحتاج من حقه يحتاج، لا أحد الآن لا يوجد إشكالية في الاعتراض أو الاحتجاج، هو في الطريقة، هذا ناحية. فاللي يحدث أنه هذه الطريقة لا زال هناك مشايخ يؤيدونها، سواء مشايخ رسميين أو غير رسميين، هذه هي الإشكالية. إذن هذه إشكالية في المجتمع، في ثقافته، في خطابه الديني، لابد أن تتضح، وموقف أيضا الرسمي للدولة في قضايا عندما لا تكون كبيرة. يعني هي عندما تكون كبيرة مثل هذه تقف موقف واضح، عندما تكون صغيرة مثل الأندية الأدبية وهذا ليكون الأمر يمشي كأحداث عادية وكأنها شيئا لم يكن، ويفرض الاحتساب بهذه الطريقة نمطه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الآخر قضية الهيئة، أيضا هيئة مثل ما تفضل الدكتور محمد أنه من حقها الإنكار المنكر أو الأمر المعروف باليد، هذا لا، هذا يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية، ليس من حقها الآن. سابقا نعم لديها أنظمة، ربما هو اللي يشير لها الدكتور محمد، كان لها هذا الحق في النظام السابق، أعتقد صدر 1407 وفي واحد صدر 1400، لكن بعد ذلك قبل أعتقد 8 سنوات ظهر قانون الإجراءات الجزائية أو نظام الإجراءات الجزائية، له ترتيب مختلف تماما، وأسميه أفضل أن أسميه مدني بحت في التعامل مع مثل هذه القضايا. لا يجوز إطلاقا قضية مد اليد أو التوبيخ، أو هذا كله مد اليد أو التوبيخ هو عبارة عن عقوبة، والعقوبة لا تتم إلا بقانون ونظام يصدر من القاضي. فإذا لدينا إشكال الاحتساب الغير رسمي، ولدينا إشكال في الاحتساب نفسه الرسمي يحتاج ضبط. أنت ترى يعني أمثلة عديدة جدا، وآخرها ربما مثالنا قبل قليل اللي قبل 10 دقائق في جامعة الملك خالد. هنا لدينا إشكال كبير، لابد أن يوضح هذا الإشكال ولابد أن يعالج، سواء من الهيئة نفسها توضح كيف تعالجها، المؤسسات اللي فوق الهيئة توضحها، وكذلك المجتمع والمشايخ والدعاة والمثقفين أمثال الدكتور محمد السعيدي. طيب أستاذنكم في فاصل، أستاذ المشاهدين والمشاهدات فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا نتحدث عن معرض الكتاب والأحداث التي تسبق وتواكب أحيانا من جدل من صراعات، مع العلم الحقيقي أنه هذا العام إلى الآن الأمور يعني طبيعية وجيدة. رح ناخذ تأكيدات من
مدير المعرض، ولكن خلونا نرحب بضيوفي من جديد. من الرياض الكاتب والباحث الدكتور عبد الرحمن الحبيب، وينضم لنا أيضا أستاذ علوم الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي. دكتور محمد، ذكر الدكتور عبد الرحمن أنه الهيئة كان يحق لها قبل ذلك، لكن عن نظام الإجراءات الجزائية اللي هو اعتبره مدني تغير الأمر، تعليقك؟ تعليقي بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية، أنا مطلع على هذا النظام، لا أجد فيه أي مادة تنفي اختصاص الهيئة وصلاحية الهيئة، يعني لا يوجد فيه أي مادة. الأمر الثاني، هناك فهم ربما لم يكن صحيحا، أو أني أسأت التعبير في قضية التغيير باليد. الأستاذ عبد الرحمن فهم التغيير باليد على أنه مد اليد، وقال مد اليد أو التوبيخ. أنا أتكلم التغيير غير مد اليد. مد اليد المسألة الاصطلاحية للآن، مد اليد بمعنى الضرب أو الإساءة باليد غير مفترض. أيضا حتى الهيئة عندما تضبط وفق نظام الضبط الجنائي، وفق نظام الإجراءات الجزائية أيضا ينبغي أن يكون ذلك، يعني لا ينبغي أن تتجاوز الهيئة أيضا نظام الإجراءات الجزائية، ولا ينبغي أن تتجاوز أنظمة ولوائح الضبط الجنائي، وأي تجاوز من الهيئة يعتبر خطأ. لكن أريد أن أتحدث عن قضية في الهيئة، يعني عندما أشار الدكتور عبد الرحمن أتكلم عن، هو تكلم عن ما حدث قبل، يعني قبل 10 دقائق تكلمت عنه في جامعة الملك خالد. نحن تعودنا على أن الصحافة عندما تنشر أو الإعلام عندما ينشر أشياء عن الهيئة في النهاية تكون خاطئة، أو يكون الإعلام هو المتجني. آخرها مثلا حادثة مطعون العيون وحادثة النعناع اللي كانت في المدينة، يعني الإعلام تكلم عنها بشكل مكثف وكبير جدا جدا. أخيرا المحكمة الإدارية، وليس حتى المحكمة الشرعية، المحكمة الإدارية قبل شهر حكمت ببراءة أعضاء الهيئة في قضية النعناع. إذن لا ينبغي علينا أن، وكذلك البراءة في قضية مطعون العيون، ونفس العضو اللي كان متهم تنازل عن عضو الهيئة المتهم تنازل عن الذين اتهموه، يعني الأمثلة كثيرة. ينبغي أن لا يكون الإعلام الرسمي أو الإعلام الصحافة الورقية مهيجة ومثيرة للاحتقان، يعني في أشياء كثيرة. يعني الشباب عندما يخطئ والشباب عندما يندفع، أتصور هناك جهات كثيرة مسؤولة عن أخطائه. يعني لا بس دكتور محمد، يعني أنت أنت أنت, أنت الآن ركزت عن الإعلام الأول، خلني بس أقول لك شغال عن الإعلام اليوم. الإعلام ترى يناقش كل مؤسسات الدولة، إذا في أحد يتحسس لما أحد يتكلم على الهيئة دائما عندما يخطئ الناس المسؤولين الكبار في هذا الجهاز يقولون نحن جهاز من ضمن أجهزة الدولة. أنت ذكرت لي مثالين انتصرت فيها الهيئة، لكن في أمثلة كثيرة لم تنتصر فيها. ترى الموضوع طبيعي، الصحافة دائما المادة الدسمة تبحث عنها. الدفاع المدني أخطأ، قصر برحول الدفاع المدني، وزارة الخارجية أخطأت، وزارة الداخلية أخطأت، بنك التسليف أخطأ، في فساد إداري في منطقة ما، يبحثون عن الخبر ويفردون له 8 عمود ومانشتات. يعني ليست المسألة مرتبطة بالهيئة. بعد إذنك، يعني بما أنك أنت ذكرت هذا أنا سأجيب عنه. قضية أن يكون هناك نقد لمؤسسة حكومية معينة، هذا أمر لا أقول لا بأس به، بل أقول مطلوب. ومن ضمن هذه المؤسسات، المؤسسات القضائية، مؤسسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مطلوب ونحبذه، وربما شاركنا في بعض الأشياء منه. لكن الحديث عن قضية أن يكون هذا الأمر حملات، يعني الحملة غير النقد. ما في حملة يا دكتور، هذه متابعة خبر، اسم متابعة بلف. عموما احنا ما نبغى نفرح الموضوع. دكتور اسمح لي، راح اعطيك الفرصة، بس معي على الهاتف مدير معرض مباشرة، مدير، راح اعطيك الفرصة، مدير معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور صالح الغامدي. دكتور صالح يعطيك العافية، مساك الله بالخير. قل لي يعني اخر التطورات، يعني في حديث انه شكلنا احنا الاعلام نهول والى اخره، لكن انا ذكرت في البدايه ايضا انه الامور يعني مستتبه هذا العام وافضل من العام الماضي، تعليقك؟ والله انا بالنسبه للمعرض الحمد لله الامور على ما يرام، و يعني بدايه المعرض كانت بدايه موفقه، وارجو ان تستمر الأوضاع كما هي، وأن ينعم الزوار بالمتعة والفائدة خلال أيام هذا المعرض إن شاء الله. نعم. طيب دكتور صالح، سبقت المعرض دعوات للمقاطعة، هل أثرت على إقبال الجمهور على المعرض أم لم تؤثر؟ يعني الإقبال جيد؟ والله أنا لا أدري بالنسبة للمقاطعة، أنا لا علم لي بهذا الأمر، وأنا أرى أن الإقبال هذا العام كان إقبالا شديدا من الناشرين ومن الزوار على حد سواء. الإقبال شديد،
يعني لم أشهد أي تأثير. يعني زي العام ولا أفضل ولا أقل؟ فيما يبدو لي ربما كان أكبر. أكبر. فيما يتعلق بالدور والإقبال على الاشتراك في المعرض بطبيعة الحال أفضل بكثير. إقبال الناس؟ وإقبال الناس أيضا شهد اليوم إقبالا كبيرا على ارتياد معرض الرياض الدولي للكتاب. نعم. طيب شكرا لك دكتور عبد الرحمن، بعطيك آخر دقيقتين لأن الوقت أنا أزف. يعني يبدو الناس يعني ما عادوا يتأثرون، يعني في مهرجان في الجنادرية نفس الحكاية والآن نفس الحكاية، لأنه يبدو أنه الإنسان صار يستفتي قلبه أو أنه يروح ويشوف أو أنه يعني فعلا في ناس استجابوا. وبك تعلق لي على هذا الموضوع عندما يكون في دعوة المقاطعة ويقول لك المسؤول عن المعرض أنه أكبر الحضور. نعم أستاذ علي، أنا اللي أعرفه من الأرقام أنه أولا كل معارض الكتاب الآن في العالم هي من عام 2007 حتى هذه السنة عدد الزوار يقلون، وهناك أزمة عالمية بسبب الإنترنت والكتاب الإلكتروني يقل فيها الحضور للمعارض الكتاب، إلا معرض الكتاب السعودي يزيد. في اعتقادي أكبر سبب، هناك أسباب عديدة لا أدري يتاح لنا الوقت ولا لا، لكن أكبر سبب هي هذه دعوات المقاطعة. دعوات المقاطعة أعطت دعاية مجانية وسهلة وسريعة الانتشار في كل مكان. اليوم الصباح في أماكن عديدة لا علاقة لهم بالثقافة ولا بالكتب كثير يسألونني باعتبار أنه داخل في هذه المسائل، أنه متى يفتح، إلى كم ساعة كم يبقى بالليل، واهتمام بالكتاب لم يكونوا هم يهتمون فيه. والعام الماضي واللي قبله اشترت ناس عديدة كتب وكانت للاقتناء وليس للقراءة. سألت كثير منهم، ولو تسأل كثير من الذين اشتركوا كتب سيقولون لك لم يفتحوها. الدعوات عملت عمل مضاد لإجابتنا، النتيجة مضادة. هذا له معاني عديدة، أحد أهم معانيها أنه هذا طريقة التفكير هذه انتهى زمنها. هي فقط أعلنت عن هذا المعرض في كل مكان، لكن لم تخيف الناس، لم تمنعهم من، بالعكس يعني العام الماضي آخر يومين، اليوم أكثر من 100,000، يوم الخميس ويوم الجمعة اللي بعده أكثر من 100,000 زائر. هذا رقم فلكي، يعني معرض كتاب، عادة المعارض الكتاب للنخبة والمتعلمين واللي يأتي الهدف معين لكتاب معين علمي أو تقني أو تكنولوجي لآخره. أنه يصل لك مثل هذا العدد، لا يوجد لدينا لا معرض زراعي ولا صناعي ولا تكنولوجي في المعارض تصل فيها هذا ربع هذا العدد لا يصل. إذن النتيجة عكسية، على أولئك أن يعرفوا أنه المرحلة اختلفت، طريقة التعبير اختلفت، طريقة الخطاب عليها أن تختلف، أو سيتجاوزهم الزمن بطبيعة الحال. نعم شكرا لك الحقيقة الكاتب والباحث الدكتور عبد الرحمن الحبيب، أيضا شكرا للأستاذ علوم الفقه بجامعة أم القرى دكتور أحمد السعيدي. وقت انتهى سامحني، لكنك يعني أتوقع أنك قلت كل شيء. راح نعقب على موضوع الإعلام، موضوع عن الكتاب إذا تبغى في حلقات أخرى ما في مشكلة. شكرا أيضا لمدير معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور صالح الغامدي. ألقاكم بعد الفاصل.